بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم 600 ثانية. هذا البرنامج اللي يسلط الضوء على مواضيع منوعة وكثيرة من خلال حياتنا الاجتماعية اللي قاعد نعيشها. بلا شك أن طابعنا الإسلامي له دور في قناة إثراء عبر هذه الشاشة، راح تعرفون إن شاء الله بعد الفاصل عنوان حلقتنا وضيفنا الغالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا هلا مرحبا فيكم. مثل ما انتم عارفين ان 600 ثانية معناتها 10 دقائق. من خلال هذه الدقائق المعدودة والثواني المعدودة ايضا راح نحاول كثر ما نسلط الضوء من خلال اسئلتنا الدقيقة ان شاء الله. عنوان حلقتنا راح يتكلم عن نشر الدعوة الاسلامية. باسمكم مشاهدينا الكرام رحب ضيفنا الغالي مدير ادارة العلاقات العامة في لجنة تعريف الاسلام استاذ جودة الفارس. حياك الله ابو عبد الرحمن. الله يحييك ويحفظك ويعطيك الصحة والعافية على الجهود الواضحة حقيقة في 600 ثانية. الله يجزاك خير. أبو عبد الرحمن، ما حد يختلف أن الإسلام أمانة، واللي قاعد يقومون دور فيه بلا شك والله شيء مفخرة، وثاني شيء مسؤولية اجتماعية إسلامية كبيرة. بداية أهمية نشر الدعوة الإسلامية. هي أعظم عمل على وجه الأرض. نعم. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال في سورة أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر يتمثل كله في الدعوة لله عز وجل. وإن الدين عند الله الإسلام. هذه النعمة العظيمة التي نحن يمكن ما نشعر فيها لأن ولدنا من أبوين مسلمين. هذه بحد ذاتها لو يعني لم نحصل في هذه الدنيا إلا الإسلام لكفتنا. لأن بالنهاية الإسلام هو الدين الذي نسخ الأديان التي قبله، وبعث الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام خاتم لهذا الدين وخاتم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، والله عز وجل شرفنا بهذا الدين وكلفنا بالدعوة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، وفي الرواية الأخرى خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أنفس وأقلى وأثمن ما عند العرب في ذلك الوقت، وهي الإبل الغالية، حمر النعم الغالية. حتى يقول الشيخ أحمد القطان يقول حمر النعم الآن البترول أغلى شيء عندنا. يعني تخيل لو يسلم على يديك واحد أفضل من الدنيا وما فيها. الدنيا والشمس تشرق على إيش؟ صحيح. تشرق على أوروبا، تشرق على جبال، تشرق على كنوز، على البنوك، على النفط، على لو واحد يسلم خير من الدنيا وما فيها، لأن كنت سبب في إنقاذه بعد الله عز وجل في إنقاذه من النار. صحيح. يعني تخيل رجل يمشي وغير مسلم ومشرك لم يؤمن بالله عز وجل ولم يوحد الله، وأنت كنت سبب في هدايته وإنقاذه من النار. هذا أفضل عمل وأشرف عمل عند الله عز وجل. الله يوفقكم لما أنتم سائرين. لا بلا شك تحية خاصة للشيخ أحمد القطان، يعتبر واحد من الدعاة الرئيسيين في مجتمعنا الكويتي. أبو عبد الرحمن، ما حد يختلف أن اختلاف الدعاة ما بين لجنة ما بين جمعية خيرية كلكم تختلفون عن بعض، ولكن سبحان الله في بعض شخص له طرق خاصة وتأثير على الآخرين. من خلال هذا التأثير شلون تقدرون تلتمسون سر المهنة؟ شوف، الدعوة إلى الله عز وجل هي توفيق من الله، وأي عمل سواء الدعوة ولا غيره أي عمل يحتاج إلى أمرين مهمين لإنجاحه ولقبوله من الله عز وجل. الأول إخلاص النية، الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد للأمة تأتي والجارية تأخذ بيده الشريفة ويمشي معها حتى يقضي حاجتها، تجده يجلس ويأكل مع الفقراء، تجده قائد إلى الجيش، تجد معلم في المسجد، تجد يجلس مع أصحابه، ويأتي أحد رسل الكسرى ويقول من فيكم محمد أو أيكم محمد. قمة في التواضع، قمة في العلم، قمة في الرحمة. الله عز وجل يقول وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين. الذي يأتي يوم القيامة الناس تقول نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول الكريم وهذه المدرسة التي تخرج منها الصحابة ثم التابعين ثم نحن من بعدهم لابد أن نتأسى ونقتدي بما عملوا فيه. صح. من المعاملة الحسنة، من الابتسامة، من البشاشة. ساعات الغير المسلم ممكن يسمع آية،
ساعات غير المسلم يتأثر بمعاملتك وأخلاقك وتصرفك، ترى مو شرط كلمة، مو شرط كلمة عن الإسلام، صحيح ما في شك. لكن يقول حتى ذاك يقول لي لا تحدثني عن الإسلام بل اجعلني أراه في تصرفاتك، نعم صحيح. عرفت؟ فالفن هو في فن التعامل، يعني بعض الناس تلاقي مثلا عنده علم أو لا يمكن ما مسد، لكن تلاقي يعني مو متعود يبتسم، تلاقي منفر، عرفت؟ لكن هذه الدعوة فن، يجب أن تصل إلى هموم الناس، مشاكلها، إلى التعايش معها، إلى الاقتراب منها وتحمل أذاها. طريق صحيح. الدعوة ما هو واحد بالورود، بلا شك أن فن الحوار وفن التأثير له يعني حلقات كثيرة، إن شاء الله نبيك توعدنا في هذا الجانب. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل راح نتكلم عن بعض القصص اللي راح يرويها لنا إن شاء الله أبو عبد الرحمن، ولكن لا تبعدون، خلكم قريبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، والساعة المباركة اللي قاعد تتابعونا عبر شاشة إثراء في برنامج 600 ثانية. وعبد الرحمن، ما حد يخلف منا، نشر الدعوة هي مسؤولية إسلامية اجتماعية من خلال القصص اللي قاعد تروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نبي قصص واقعنا اللي قاعد نعيشه. شوف، أذكر قصة مهتدي. أنا كنت قبل سنوات في مكتب الغيروان، عندنا في منطقة الغيروان مكتب، كنت هناك في هذا المكتب، فجالنا أحد الغير مسلمين من الجنسية السيلانية أذكرها، وأشهر إسلامه، وما شاء الله يعمل في مكتب في محل النظارات في الجهرة. بعد فترة استمر، يعني عملنا لنا ربط مع فرع الجهرة وقام يتعلم. جانا بعد فترة ولا جايب، جيت المكتب ولا يعني المهتدين وشهر إسلام، هذه حالات كثيرة عندنا الحمد لله تعودنا عليها. وإلا في زوجته مرة وطفل، قال هذه زوجتي وهذا ولدي عبد الله، وهو سمى نفسه عمر ولده اسمه عبد الله، أشهر إسلام. قلنا الحمد لله، هذه فضل من الله عز وجل. سنة سنتين جيت المكتب ولا هذا عمر وعبد الله قاعد، وفي عنده مرة عجوز كبيرة بالسن تجاوز 70. قال عبد الرحمن، عمر جاينا اليوم ومع مرة ما ندري شو قصتها. قلت له منو هذه؟ قال هذه أمي، وجايبها في كرت زيارة أسبوعين، أبيها تنطق الشهادة هني من المكان اللي شرط والله العظيم اللي أسلمت فيه، وحاجز بعد يومين بروح العمرة، ودز لي صورة من العمرة من الحرم وهو وياها دز الصورة. قلت له شلون دعيت أمك؟ قال أنا بيتي في القرية أغلبهم بوذا غير مسلمين، وشوفوا هذا نموذج مهتدين، ها صح، حب الإسلام. يقول فحطيت فوق السطح غرفتين فصل دراسي، حفظ قرآن محفظين وأصرف عليهم من الكويت بيتي. فيقول أمي تقعد، مرة عجوز كبيرة تقعد، يمروا عليها أطفال المسلمين، السلام عليكم، عليكم السلام، ويبتسمون ويتسمع القرآن. فقال أخي ما نبي الموسيقى هذه والسحر اللي عندكم، شنو هذا؟ بقرأ. فيقول دزيت لها كتب وكلمتها، والآن جدتك انطقت الشهادة. قلت لها بك أنت تنطق الشهادة، ما شاء الله انطقت الشهادتين. أنا هني لما انطقت الشهادتين شو تذكرت؟ تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. ما شاء الله. والله تذكرت هذا الحديث، لأن امرأة 70 سنة على مشارف الآخرة، لكن الله عز وجل أنقذها، والسبة شهر إسلام ولدها وين؟ في الكويت. فشوف شوف الخير قاعد يأتي للكويت ويأتي لهذا البلد الكريم المعطاء، واللي هذه من أسباب حفظ الله عز وجل لهذا البلد، والسبة هذه الأعمال الخيرية المباركة. شوف هذه عمرها 70 سنة وفي سيلان، نعم صحيح. أسلمت راحت العمر وردت ثيارها. يعني أبو عبد الرحمن، من خلال هذه الرواية والقصة يعني ما حد يختلف أن الفئات العمرية ما لها أي علاقة بالإسلام. لا طبعا، يعني الكبير ممكن يسلم والصغير ممكن يسلم، ولكن نوعية الإسلام تختلف بحسب المواقف. نعم. هذه واحدة من القصص. نبي قصة ثانية. قصة ثانية، جانا كفيل مواطن في منطقة صباح الناصر، مكتب الغيروان كذلك. قصص كثيرة لكن هذا اللي على بالي الحين. نعم. فجاب نيبالية عنده تبتشر إسلامه. قلنا مشكلة، كان يقول بس تبتقرأ لك داعية، يقول لي قال تبتقرأ لك شيء قبل الإسلام. قلت ليش تبتقرأ؟ خل تقرأ. كان تقرأ الفاتحة، الفاتحة قبل ما نطقت الشهادة الآن، قرأت سورة الفاتحة، قالت لا بعد، تبت يدا أبي لهب. قلت لحظة، يبقى هذه مسلمة ولا غير مسلمة؟ كان يقول لا والله غير مسلمة. شلون حافظة؟ قالت تشتغل في بيت ويم البيت في مسجد، فتقول أنا كل يوم أسمع لما الشيخ يقرأ في صلاة المغرب، أنا أكون فاتح درجة المطبخ والبيت وأسمع القرآن، فتقول ينشرح صدري وارتاح لما يقرأ، فقمت أحفظ من خلال السماع. شوف سبحان الله، شوف هذه الحين يمكن الشيخ ما يعلم عنها، لكن هذه كتبت في موازين حسناته وأشرت إسلام الحمد لله
وتم فتح لها ملف ودخلت في ما دورات شاء الله. الشرعية. أبو عبد الرحمن قبل الختام، ترى حتى أنا عندي قصص بعد. تشرف. أبيك تقول لي رسالتك الأخيرة على الختام، وأنا بذكر القصة اللي عندي. أقول الرسالة الأخيرة، أقول جزاكم الله خير، وعسى الله يبارك فيكم وبجهودكم، ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظ هذه البلد ويجعلها دائما وأبدا واحة أمن وأمان وبحبوحة من العيش الرقيد، وكذلك ديرة وبلد للصداقة والسلام. آمين. الله يجزاك خير. مثل ما أبو عبد الرحمن قالكم قصة، اسمعوا القصة اللي بقولها لكم. في واحد من المسلمين أعلن إسلامه عن طريق صورة الفاتح، لما سألوه قالوا شنو سر هذه الصورة مع إسلامك؟ فقال ولله الحمد، أول ما قريت هذه الصورة شفت فيها المعاني الكثيرة، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا كانت بداية الإسلام في هذه الصورة الرحمن الرحيم، فما تتوقعون من رب العباد؟ أسأل الله العظيم أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.